أنا بالطريقة اللي راح أحكي فيها حتفوزوا. يلا نبدأ بالأسئلة. سؤال الأول، صوروا الأسئلة يا خيار. يا السؤال الأول، هل بالإشارات الضوئية في لون بدل على التوقف؟ وقف. شو اللون؟ أحمر، أخضر، بردقاني، برتقالي. يلا معكم 10 ثواني. اللون اللي لازم توقف فيه إذا أنت عم تسوق سيارة، أحمر، أخضر، برتقالي. كلهم جاوبوا، الكل عم يضحك، الكل مبسوط. ريهام ما أنا مبسوطة، ريهام أخذ كروزة. أيوة ضحكت هلأ. أكيد الجواب هو الأحمر. إذا فيكم واحد جواب غلط بدي أزعل. والكل جواب صح. الله الله الله. أيوة أول مرة الكل جواب صح. برافو برافو. رح نروح للسؤال الثاني. شباب سهلوا لنا الأسئلة. زمان كانت النصيحة بشو؟ بحصان، بخروف، ولا بجمل؟ يلا معكم 10 ثواني. النصيحة بكانت شو؟ محمد يمكن حدا جنبه عم يجاوب عنه. محمد من مصر. أيوة ماجد مالك. أيوة ماجد مالك. ما أخذها بجدية ومعصب. ماجد ماجد النصيحة كانت بإيه يا ماجد؟ مش ماجد الجرجس، ماجد الجرجس. تحياتنا ماجد. النصيحة كانت بإيه؟ بجمل. النصيحة كانت في جمل. ومن جواب صح ومن جواب غلط؟ الجميع طبعا لازم جواب صح. لا هو في إيه يا محمد؟ الأخ محمد أبو شعرات حلوين من العراق. لا مرحبا محمد. استاذ ولك نفس ضحك بعد. مرحبا استاذ. مجاوب غلط ولك نفس ضحك. شنو نصيحة بشو يا محمد؟ بحصان ولا بخروف؟ اخطأت في الاختيار طبعا. ركز طيب يا محمد يا حبيبي. بس يلا شعراتك هلا شعراتك حلوين والله محلق حلو. ها طيب محمد ادعي على 11 يجاوبوا غلط بعدين ترجع انت. هلا حتتفرز ايوه سودت عليك الدنيا. طيب حنروح على السؤال رقم 3. ركزوا يا شباب ركزوا. اعملوا النصيحه بجمل كان اخذ 250 ريال حلوين. لما تعم الفوضى يعني لما يفوت الحابل بالنابل شو بنقول؟ القصير بالطويل، الحابل بالنابل، ولا الأشقر بالأسمر؟ يعني أنا جاوبت لحالي. بس ركزوا معي ركزوا رح ربحكم. ركزوا ركزوا. أيوة لما تعم الفوضى شو منقول؟ هلا بلي واحد كبست بالغلط ولازم الكل جاوبوا صح. ما أرجيني خليني أشوف. الكل جاوب صح. برافو برافو برافو. أيوة أيوة أيوة. محمد ليش عم تزقف؟ انت طالع برا اللعبه يا محمد. انت مجمد انت متجمد يا حبيبي الله يرضى عليك. ركز صفق الاصدقاء. ركز يا ابن الحلال ركز. حتى وانت برا اللعبه ما عم تركز معي. ركز ركز. بس شعراته حلوينه يعني هذول بيعملون هيك سؤال.